قد يتعين على 5 وزراء في حكومة الكاظمي تقديم استقالتهم أو الانسحاب من الانتخابات بحسب إجراء ألمح إليه رئيس الحكومة لمنع ازدواج المصالح. ووصلت إلى الحكومة معلومات يقول عنها مراقبون بأنها متأخرة بقيام عدد من الوزراء المشاركين في الانتخابات المقبلة باستغلال مناصبهم. وأكثر الشكوك تحوم حول وزارة التجارة والعمل والاتصالات التي يترشح عنها 3 وزراء. ويحق لكل العراقيين الترشح للانتخابات، فيما تستثنى شرائح قليلة من ذلك، الحق أغلبها تتعلق بالعاملين في المجال الأمني والعسكري. المعلومات التي حصلت عليها ون نيوز تقول أن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر لديه وزير حالي وهو على أحمد الجبوري، ووزير التجارة مشارك في الانتخابات عن نينوى. وبحسب مصدر لون نيوز قال أن الخنجر وتحالفه طالبا في وقت سابق أن يمنع من درجة معاون مدير عام إلى الوزير أن يشارك في الانتخابات إلى أن يستقيل قبل 6 أشهر على الأقل قبل الانتخابات. المعلومات المتداولة تقول أن وزارة التجارة هي أحدى الوزارات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، خصوصا بعد زيادة مفردات البطاقة التموينية. كما أن هناك وزارات دخلت في دائرة الشك، وأبرز ما في ذلك وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عن بغداد ضمن قائمة المهنيين للإعمار برئاسة وزير الإسكان السابق محمد الدراجي، إضافة إلى أركان شهاب وزير الاتصالات مرشحا عن ديالة ضمن ترشيحات الفردية، وإيفان فائق وزيرة الهجرة عن نينوى ضمن حركة بابلون برئاسة ريان الكلداني المقربة لمنظمة بدر. أما الوزير الخامس فهو عادل حشوش وزير العمل مرشحا عن ذيقار ضمن الترشيحات الفردية التي ستتحالف لاحقا مع تحالف الفتح الذي يجمع قيس الخزعلي وهادي العامري.